شوف الخبر القاهره 24 بتقول حبس المتهمين بسرقه جثه الطفل وبيعها ب 200 جنيه بمستشفى السلام، وكلام من اعجب ما يمكن. طبعا انا مش عارف هل هو الهدف من من بيع الجثه عشان مثلا طلب الطب، ولا واعتقد كان الحكايه دي ليها تقنين معين وليها طريقه معينه، يعني ما هياش قصه. خبر غريب وتفاصيله بصراحه غامضه جدا، وفي النهايه ما قداميش غير ان انا اعرض لكم الفيديو ده اللي في الحقيقه بيتكلم على قصه اكثر غرابه واكثر صعوبه. الساعة 6 الصبح من 30 ينور، ده من بدري، طلع لقيت اللمه ينورت والاطفال مرميه على راسهم. وانا راجعه اسال الناس ساعتها قالوا الناس سرقه قاضي، بس هم لقينا بقى لمه الحكومه والشرطه. هم اطفال، من ضمنهم طفل رجل، بس ما اعرفش هم مزارعين، هم ثلاثه اطفال بس من ضمنهم واحد رجل. صبيان لا ايوه اثار بقى قطع اللي هو عند اسمي، يقول لك في ساعه هي اللي بتقولها، يقول لك في قطع هنا وفي قطع هنا واخدين اعضاء. انا رايحه الصبح ما كانتش لمه، لما رجعت بقى لقيت الموضوع هو كده. ما كانش في اليومين اللي فاتوا دول اي روائح في المنطقه؟ لا لا لا، عرفتوا منها ان في جثث؟ كان في جثث مرميه يعني. انا اصلا عشان اطلع على العرم بطلع من هنا على طول، الشارع نورت للغرب. يعني ثلاث جثث اترموا؟ 25 ساعه بطلع على طول من هنا، ما كانش في كده خالص. يعني الجثث اترمت في حاله التعفن دي؟ الجثث اترمت في الحاله دي زي ما هي؟ اه مرميه من الساعه 6 الصبح لان هنا اصلا تكاتك. طبعا يا جماعه ده نوع بقى جديد من انواع المتاجره طبعا، وان صحت هذه الوقائع اللي احنا بننشرها واللي الناس بتتكلم عنها دي، وان حد يقول لك بقى اه ده الطفل بينور قبر ست كبيره او راجل كبير فيدفن جنب جثمان فعشان ينور القبر والكلام ده كله، ده كلام يا جماعه يعني ملوش مرجعيه ولا له اي اساس غير مجموعه من الخرافات والعبثيات اللي بتبدأ تلعب على العاطفة، فيبدأ يبقى فيه تجارة بقى تانية اسمها تجارة بقى بيع أطفال وأطفال صغيرين يموتوا فيندفنوا. يعني كوارث كده غريبة قوي يا جماعة بتحصل في البلد بصراحة، أنا معرفش بجد يعني. وبعدين إيه، جابوا المتهمين وأقروا بالواقعة وحبسوهم، فدي ظاهرة غريبة جدا ومرعبة بصراحة. يعني ظاهرة غريبة وفي نفس الوقت مرعبة جدا إن إحنا نواجهها في مجتمعنا الحالي دلوقتي.